نظم صندوق العمل تمكين بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة وبنك البحرين للتنمية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النسخة الجديدة من برنامج ريادات للتمويل المخصص لتقديم التسهيلات التمويلية للمرأة البحرينية لإنشاء وتطوير أعمالهن والتوسع فيها. وأشارت سعادة الشيخة دينا بنت راشد الخليفة مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إلى النتائج الإيجابية التي تحققت منذ إطلاق محفظة ريادات عام 2016 في تعزيز مساهمة المرأة البحرينية في الاقتصاد الوطني. وأكدت الشيخة دينا مواكبة النسخة الجديدة من البرنامج لخطة التعافي الاقتصادي والمتغيرات الطارئة والمستجدة في مجالات الأعمال. من جانبها أكدت السيدة مها مفيز القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لعملية التحديث الشاملة التي شهدتها مختلف برامج تمكين، مشيرة إلى تقديم تسهيلات تمويلية من خلال محفظة ريادات بأكثر من 7,500,000 دينار بحريني استفادت منها 318 مؤسسة مملوكة للمرأة. هذا وأكدت السيدة دلال الغيص المدير التنفيذي لبنك البحرين للتنمية على أهمية ما جاء في النسخة المحدثة من برنامج ريادات لدعم النشاط التجاري للمرأة. تم تدشين النسخة الثانية من برنامج ريادات اللي تم إطلاقه في نسخته الأولى منذ 6 سنوات، ويأتي هذا التحديث حقيقة بعد عملية تقييم ودراسة للنسخة الأولى بالتعاون المشترك ما بين المجلس الأعلى للمرأة، صندوق العمل تمكين وبنك البحرين للتنمية، واستطعنا من خلال هذه العملية أن نطلع بمميزات إضافية ممكن أن المرأة البحرينية رائدة الأعمال أن هي تستفيد منها في استحداث مشروعها وفي تطوير المشروع والوصول حتى للعالمية. المرأة استفادت من برامج تمكين كلها، حوالي تم دعم أكثر من 830 مليون دينار في سوق العمل، تم توجيهها للنساء سواء كانوا رائدات أعمال أو غيرها. وكذلك اليوم برنامج بيتم أطلاقه إن شاء الله في السنة الجديدة، وأبرز ملامحه أن إحنا بيتم تمديد فترة السداد من 3 سنوات إلى 7 سنوات، بيتم رفع سقف القرض كان في السابق 100,000، بيتم رفعه إلى أكثر من ذلك، ويعتمد على طبعا المسار سواء كانت شركة مبتدئة أو شركة قائمة، أو يعتمد على القطاع إذا كان أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة. ريادات بحلة جديدة، وما هو الانعكاس على الطلب اللي موجود، وانعكاس اليوم شفنا زيادات في نسبة المرأة انخرطها في سوق العمل، تم إعادة مميزات الموجودة، وبالعكس البرنامج الجديد فيه مميزات وايد راح تضيف. من أهم المميزات اليوم اللي موجودة فيه إن اليوم جزء صاحبة الأعمال إذا تمت التزمت بالدفع جزء من الأرباح راح يرجع لها، وهذا راح يساعدها في عملية إعادة استخدام المال في حق مشاريعها.